السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا على خير وبخير وأموركم تكون في أحسن أحوالها. من شحال هذه وانتم مطالبيني على هذا البلاطو ديال الميني كيك اللي كيجي مختلف، كيجي لذيذ بزاف لأننا غنخدموه بواحد الطريقة اللي شوية مختلفة، لكن راها سهلة في نفس الوقت، متناول الجميع وكلكم تقدروا توجدوها. اللي غنقول لكم وخليكم معايا الفيديو كامل ما تفوتوا منه حتى شي لقطة، لأنه غيكون عامر بالنصائح. كذلك غنقترح معكم مذاقات ثانية اللي تقدروا تخرجوها من غير هاد المذاقات اللي وجدنا حنا اليوم. هاد الميني كيك واخا مصوبين بعجينة وحدة، ولكن كل وحدة كتديك العالم ديالها. الشوكولا ما كتشبهش نهائيا للسيترون، والسيترون ما كتشبهش نهائيا ديال الكانيل بالقرقع. القرفة كتديك لواحد العالم اخر، بحال كتاكل بان دي بيس. شي حاجة زوينة بزاف اللي غنقول لكم خاصكم تجربوها وتردوا عليا كيف العاده في لي كومونتير. فقبل ما ندوزو المقادير وطريقه التحضير، ما ننساش نقول لكم الا كنتو جداد ولا اول مره كتشاهدوا القناه ديالنا، ما تنساوش تشاركوا في القناه، لان اكثر من 72% الناس اللي كيتفرجوا في الفيديوهات ديالي ما مشتركينش. فغنعاود نفكركم شاركوا في القناه، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل فيديوهات جديده. واهم حاجه قبل ما تخرجوا من هذا الفيديو، ما تنساوش تهبطوا لتحت تضغطوا على زر الاعجاب وتخليونا اكبر عدد ممكن من التعليقات باش الفيديوهات ديالنا كدوز ناس وحدين اخرين وكيستافدوا منها. فيديو زوين بزاف، خليكم معايا. نبداو على بركه الله. اول حاجه غنحضروها هي لاباط ديالنا اولا لاباغاي ديالنا ديال الكيك، ومن بعد غادي ندوزو نتعرفوا على النكهات اللي غادي ندخلو في هاد لي ميني كيك اولا شنو غنخرجو من هاد العجين الواحد اللي حنا غنحضروه. اول حاجه غنحضرها هي لاباط داموند، ولكن ما تسمعوش ليا لاباط داموند وتخلعوا، ما كاينه حتى شي حاجه، ميم الكميه ديال اللوز اللي غادي ندخلو ما غنفوتوش 130 غرام من بودره ديال اللوز. فغادي نحتاج 130 غرام ديال بودره اللوز. اللوز اي نوعيه، ماشي بالضروره النوعيه اللي كتكون جيده ولا خاصه بلي ماكارون. غادي نزيد عليها 120 غرام ديال السكر، هو نورمالمون خاص يكون قد السكر قد اللوز، غير حنا هنا بغينا نقصو حلاوه باش ما يجيوناش لي ميني كيك ديالنا حلوين بزاف. فالسكر ناعم دائما. عندي في التوتال 3 ديال البيضات، من هذوك 3 ديال البيضات غنبقى نضيف شويه بشويه ديال بياض البيض حتى نحصلوا على واحد لاباط داموند اللي ما تكونش خفيفه. البنات البيض البيض كنضيفوه غير بشويه بشويه حتى كنحصلوا عليها بحال هكذا، كتجي بحال شي عقده وكتجي بجموعه. فغنردها لوبول اولا العجانه، وغادي نزيد هذوك 3 ديال البيضات دقه واحده، نخلط كل شيء مزيان مزيان حتى كنحس بديك لاباط داموند بدات كتبياض اولا بدا كيتفتح اللون ديالها مع داك البيض. عاد غادي ندوزو باش اننا نضيفو باقي المكونات اللي تاهي جد بسيطه. هاد المراحل جد مهمه انكم تحافظوا عليها وتستعملوا الطريقه كيف ما انا حضرتها معكم بالضبط. هنا من بعد ما خلطنا لاباط داموند ديالنا مع البيض، كنضيفو 35 غرام ديال الدقيق الابيض النوعيه الخاصه بالحلويات. كيف ما كتشوفوا الخليط ديالنا نوعا ما بدا كيخفف. غادي نضيف راس معلقه صغيره من الخميره الكيميائيه او ما يعادل 2 غرام، هما بغيناهم يبقاو لينا مويلو من الداخل ما يجيوناش ناشفين بحال الكيك. هنا من بعد ما خلطنا الخميره الكيميائيه، كنضيفوا 60 غرام ديال الزبده اللي سبق لينا ذوبناها وكنضيفوها بارده ماشي سخونه. كنخلط مزيان المكونات ديالي، كلما كندخل داك الزبده في داك اللوز كلما الخليط كيزيد يتقال ويزيد يعقد. ياك خلطناها مزيان، كندوز نقسم الخليط ديالي على 3، لانني غنخرج هنا 3 ديال النكهات. بالنسبه لكم تقدروا تخرجوا حتى الخمسه ديال النكهات بهذا الخليط هذا، يعني غيجيكم 4 ديال الحبات في السطر، وكل سطر يكون بنكهه مختلفه. فانا اختاريت النكهه الاولى غنديرها شوكولا فرومبواز، زدت واحد ساشي ديال 7 غرام من بودره الكاكاو المر، وزدنا عليها 25 غرام يا اما بيبي شوكولا يا اما شكلاط اللي يكون مقطع طريفات صغيورين. النكهه الثانيه غنديرها بلي زيكورس دورونج اولا داك الكونفي ديال الليمون اللي تيكون معسل، وغادي نضيفو عليها بذور الخشخاش. النكهه الثالثه اللي كتجي غزاله بزاف، انا بالنسبه ليا كتعجبني بزاف، كنديروها بالقرفه وكنزينوها بالقرقع. بالنسبه لكم هنا كيبقى الاختيار، نقدروا نديروا لاباط دو بيستاش اللي كتجي لاباط بيستاش غاليه ما يستعملهاش، دير ليا لا غوم دو بيستاش. نقدروا نستعملوا كذلك لي غيزان ماسيري اولا الزبيب اللي تيكون مرطب في الماء ياك مع السكر، كنخليوه حتى كيسخن وكنرطبو فيه الزبيب وكنخليوه واحد 3 ديال السوايع حتى كيطلق ويرطب. من بعد كنصفيوه وكنديرو بحال هكا طريفات ديال الزبيب من الفوق. هذا الفيديو سبق ليا درتو معكم من قبل، دابا نخلي لكم الصوره اولا رابط في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي بغاو يرجعوا يشوفوه رغبه. انا احسن نكهه كنت باغا نديرها ما توفقتش، لانني ما لقيتش هذاك الزنجبيل اللي تيكون مجفف، تيكون بحال الشكل ديال الكومات كيتباع الناس اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات، كيجي غزال بزاف مع لي زيست ديال الحامض اولا قشر الحامض محكوكين. كنقطع داك الجنجبر حتى نقطعو طريفات صغيورين، وكنزيد عليه قشور د الحامض
كنخلطوا فهاد لاباغاي الا بغينا نديرو حتى بودر الخشخاش معاه كيجي غزال بزاف، ولكن ما لقيتوش فهاد الشيء علاش استعملت هاد لي زيكورس دورونج. فخلطت النكهات ديالي كل وحده على حيده. لي زيكورس دورونج غنديروهم من الفوق بحال هكا، ديال الكانيل درنا الكركاع من الفوق، الا بغيتو ديروا حبه كامله كيجيو زوينين كيف ما غندير انا في الاخير. والاخرين كنديروا الفرومبواز اللي ما كنغسلوهش، غير كنفضوه مزيان من داك الغبار كنمسحوه، والفرومبواز ديالنا يكون معزول يعني مخطور، ما يكونش داك الفرومبواز اللي كيكون معفس وقديم وحالته حاله. كندخلوهم الفران اللي كيكون سخون على درجه حراره من قبل من الفوق ومن التحت. انا هنا استعملت المروحه كيف ما كنقول لكم دائما ما كانتش في المتوفر، فما كاينش الاشكال. كندخلوهم لمده ما بين 18 حتى 20 دقيقه، ما نطيبوهم شي بزاف باش يبقاونا من الداخل مويلو ويبقاو لينا رطيبين، وهما كل ما بقاو مده طويله كل ما كيزيدوا يرطبوا كيجيو اكثر من رائعين. كنتمنى تجربوهم وتردوا عليا في لي كومونتير. في ساعه كيوجدوا كيف ما قلت لك، وتقدري تلعبي في النكهات تخرجي حتى الخمسه ديال الشكيلات دائما على حسب المتوفر وعلى حسب الرغبه ديال كل سيده. هادو الشوكولا كيجيو غزالين بزاف هانتوما كيف ما كتشاهدوا معايا. الكانيل هادو ديال الكركاع حتى هما كيجيو غزالين بزاف. لي زيكورس دورونج اولا كيف ما قلت لكم تاخذوا الزنجبيل اللي تيكون مجفف، راه تيكون تتباع عند الناس اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات، كتاخذوه تقطعوه طريفات صغيورين بحال اللي قطعت انا لي زيكورس، وكتزيدوا قشور ديال الحامض محكوكين، وكتزيدوا كذلك واحد راس معلقه صغيره من بذور الخشخاش. جربوهم بهذه الطريقه وردوا عليا الخبر. نضرب لكم موعد فيديو قادم ان شاء الله، ما تبخلوش على هذا الفيديو بالضغط على زر الاعجاب باش يدوز الناس وحدين اخرين وينضموا لينا ويستافدوا منه. وما نساش نقول لكم عيد مبارك سعيد بالصحه والعافيه وبطول العمر علينا وعلى الامه الاسلاميه جمعاء ان شاء الله باطيب المتمنيات. الى فيديو اخر، تهلاو ليا فراسكم، الى اللقاء.